مرحبا، أهلا وسهلا فيكم وسلام بالجميع في حلقة جديدة من حلقاتنا اختبار الجنسية الأمريكية الجديد. بركز على الجديد لأنه عملنا حلقات على الاختبار الأول اللي تغير الآن طبعا من 1 ديسمبر 2020، فأي واحد بده يقدم اختبار بعد هذا التاريخ أكيد بده يحضر هاي الحلقات. اليوم حلقتنا بتبدأ ب الحلقة الخامسة وبنكمل معكم من السؤال 69 زي ما عودناكم، نحاول انه نجاوب على الأسئلة واحد بواحد. سؤال اول بيحكي: What are two examples of civic participation in the United States? What are two examples of civic participation in the United States? بسألك اذكر اثنين من الامور اللي بتبين الاندماج المجتمعي في الولايات المتحده الامريكيه، شيئين بيساعدوك على او ببينوا انك مندمج في المجتمع المحلي، civic participation بسموهم. اول واحده طبعا حطيت لك اكثر من واحده، ممكن تجاوب بتنتين. vote، التصويت. vote، التصويت هو جزء من اندماجك في المجتمع. الثانية run for office معناها ترشح حالك للانتخاب. يا جماعة هذا الموضوع مهم في الكلتشر تبع النورث امريكا، الترشح للانتخاب يعتبر duty، يعني اشي انت بتعمله من اجل الوطن. فعليا هدول الاشخاص ما بيسووا مصاري كتير، يمكن بعد ما يخلصوا من الوظيفة هاي او المنصب هذا يصير عندهم positions في مكان معين، بس خلال هاي الفترة بكون عليهم ضغط كبير وشغل كتير ودخل مش كبير جدا، فهاي بيعتبروها جزء من الاندماج في المجتمع المحلي، بالعكس هاي اشي honored. يعني join a political party معناها الانضمام لحزب سياسي، political party. help with a campaign المساعدة في عملية الترشح الانتخابي لأحد المرشحين، المساعدة في الحملة تبعته، الحملة الانتخابية. campaign معناها حملة انتخابية. join a civic group الانضمام لتجمع مجتمعي أو محلي، مثلا المؤسسة التي تساعد في المرضى السكري أو مؤسسة تساعد المحاربين القدامى، هاي كلها بسموها join a civic group. join a community group. community group معناها الانضمام لمجموعة في المجتمع المحلي، عادة كل تجمع مثلا في حي معين بكون عندهم community group، أو بكون خاص لإثنيك جروبز، مثلا العرب لهم community groups، مثلا الأذربيجان لهم community group، الشركس مثلا لهم، هذه تعتبر community group. give an elected official your opinion on an issue. give an elected official your opinion on an issue. شوفوا يا جماعة لوين إعطاء تفكيرك ووجهة نظرك في جزء في شيء معين في المجتمع المحلي للنائب أو السيناتور اللي صار منتخب، هذا جزء من الاندماج في المجتمع. ما تخاف أنك ما تحكي معاه أو حتى لو واجهته بأمر هو يخالفك الرأي فيه، فهذا لا يعني أنه هو هيزعل أو لا، بالعكس هذا واجبك في المجتمع المحلي. Give an elected official your opinion on an issue حتى لو كان الرئيس تبع الولايات المتحدة. Contact elected officials، التواصل معهم، إذا عندك مشكلة عندك رأي خاص تتواصل معهم. contact elected officials. support or oppose an issue or policy. support or oppose an issue or policy. support معناها دعم، oppose معناها مخالفة أو الاعتراض على جزء معين أو سياسة معينة. support or oppose an issue or policy. وتبعت آخر واحدة write to newspaper، طبعا يمكن الناس هلأ خفت write to newspaper، زمان كتير كانوا
يكتبوا للجرائد همومهم مشاكلهم والجرائد تنشر هاي الشغلات فتوصل وتصير public. فالموضوع يعني انه انك توصل صوتك للناس والمجتمع اذا في مشكلة. سؤال 70, what is one way Americans can serve their country? What is one way Americans can serve their country? ما هو, اذكر شيء واحد الامريكان يستطيعوا ان يخدموا دولتهم او بلدهم من خلاله. شيء واحد بده, طبعا هتطلق هذا فوت, ذهابك للتصويت هذا خدمة لكندا لأمريكا. فوت, pay taxes, دفع الضرائب المستحقة, pay taxes هذا جزء من ما تحتاجه منك الولايات المتحدة, obey the law أو احترام القوانين, serve in the military الخدمة العسكرية, run for office الترشح لمنصب معين في الحكومة, work for local, state or federal government, هدول الثلاث أقسام للgovernment, العمل في السلطة المحلية, السلطة في الولاية أو السلطة الفيدرالية أو الحكومة الفيدرالية, work for الحكومة المحلية أو حكومة الولاية أو الحكومة الفيدرالية. هذه جزء من الأشياء اللي بيطلبوها أو بتكون أنت هيك خدمة الدولة. سؤال 71, why is it important to pay federal taxes? Why it is important to pay federal taxes? لماذا من المهم أنك تدفع الضرائب الفيدرالية؟ واحد, required by law, هذا مطلوب منك بالقانون, required by law. All people pay to fund the federal government. All people pay to fund the federal government. كل الناس بتدفع عشان تساعد الحكومة الفيدرالية, والحكومة الفيدرالية بالتالي بتساعد الناس, to pay the federal government. Required by the US Constitution, 16th Amendment. Required by the US Constitution, 16th Amendment. مطلوبة حسب القانون أو الدستور الأمريكي في التعديل الدستوري رقم 16. It's a civic duty. هو جزء من الواجب المجتمعي, civic duty, الواجب المجتمعي. سؤال 72, it is important for all men age 18 through 25 to register for the selective service. Name one reason why it is important to for all men age 18 through 25 to register for selective service. Name one reason why. من المهم لكل الرجال عمر 18 إلى 25 أن يسجلوا في التجنيد الاختياري. أذكر سبب واحد لذلك. Required by law, هذا ما يطلبه القانون. Required by law. Civic duty, هو واجب مجتمعي. Make the draft fair if needed. Makes the draft fair. هاي شيء موجود في القانون الأمريكي. الآن بدنا ندخل على الصفحة 11. صفحة 11 تحكي عن American history. هنعمل هاي الصفحة ونوقف بعد. طيب, الأول واحدة colonial period on independence اللي هي وقت الاستعمار أو الاحتلال, وبعدين وقت التحرر أو الاستقلال. سؤال 73, the colonists, okay, colonists came to America for many reasons. الناس اللي يجوا من بريطانيا عشان يعيشوا في الولايات المتحدة بسموهم colonists, الناس يعني هذول المهاجرين أو بناء نسميهم مهاجرين colonists, محتلين تقريبا, okay. ليش اجوا على الولايات المتحدة؟ name one reason. جواب واحد, أول شيء freedom, الحرية, اجوا عشان الحرية. اثنين, political liberty, الحرية السياسية, political liberty. religious freedom, الحرية الدينية, religious freedom. economic opportunity
الفرص الاقتصادية، وتبعت آخر واحدة escape persecutions أو الهروب، الهروب من حكم عليهم. 74 زي ما تشايفين عليه نجمة، فهذا سؤال مهم. Who lived in America before the European arrives? Who lived in America before the Europeans arrived? من كان يعيش في أمريكا قبل وصول الأوروبيين؟ ممكن تحكي American Indians، الهنود الأمريكيين أو الهنود الحمر بنسميهم، أو Native Americans أو السكان الأصليين لأمريكا، Native Americans. سؤال 75. What group of people was taken and sold as slaves? What group of people was taken and sold as slave? ما هي مجموعة من الناس اللي كانت تؤخذ وتباع كعبيد، اللي هم Africans الأفارقة أو people from Africa أو الشعب الأفريقي أو الناس من أفريقيا. السؤال 76. What war did the Americans fight to win independence from Britain? What war did the Americans fight to win independence from Britain? ما هي الحرب التي قادها الأمريكيون أو التي دخلها الأمريكيين للحصول على الاستقلال من بريطانيا؟ اسمها American Revolution، الثورة الأمريكية، American Revolution، أو the American Revolutionary War، the American Revolutionary War، الحرب الأمريكية الثورية، a war for American independence، أو الحرب من أجل استقلال أمريكا، war for American independence. سؤال 77. Name one reason why the Americans declare independence from Britain. Name one reason why American declare independence from Britain. لماذا أذكر سبب واحد لماذا استقلت أمريكا عن بريطانيا؟ High taxes. High taxes. الضرائب العالية جدا. Taxation without representation. كان في ناس تدفع ضريبة بس ما في حدا يمثلها في البرلمانات. Taxation without representation. British soldiers stayed in Americans' house, boarding, quarantining. الجنود البريطانيين كانوا يدخلوا ويعيشوا في البيوت الأمريكية، يأكلوا ويناموا ويشربوا بدون أي ما يسألهم حدا ولا يدفعوا أي شيء. They did not have self-government. ما كان عند الأمريكان حكم ذاتي. ما كان عندهم كل شيء تابع للتاج البريطاني. They did not have self-government. Boston Massacre. هاي جريمة أو مش جريمة، هي عبارة عن قتل جماعي صار في منطقة مدينة بوستن، بسموها Boston Massacre، أو بسموها برضو Boston Tea Party أو Tea Act. كلها هاي سوت Stamp Act برضو، Sugar Act، كلهم هدول القوانين أو الشغلات اللي أدت إلى ذلك، لأنها كانوا البريطانيين يعملوا هاي الشغلات عشان يرفعوا الـ Township Acts و Intolerable Acts. طبعا كل واحدة لها تاريخ، أنا حابب أذكر تاريخ بس الوقت، بس احفظوهم زي ما هم: Boston Massacre، Boston Tea Party or Tea Act، Stamp Act، Sugar Act، Townshend Act و Intolerable Acts. سؤال 78، وهذا سؤال مهم جدا جدا وعليه نجمة. بقول لك Who wrote the Declaration of Independence؟ من هو الذي كتب إعلان الاستقلال، Declaration of Independence؟ جيفرسون، توماس جيفرسون، واللي بروح على واشنطن دي سي في هناك مكان كبير لتوماس جيفرسون. أوكي. 79. When was Declaration of Independence adopted? When was the Declaration of Independence adopted? متى تم تأكيد إعلان الاستقلال؟ أوكي. أو متى تم الأخذ بهذا التاريخ؟ أي تاريخ؟ اللي هو July 4th 1776. July 4th، عشان هيك الأمريكيين بيحتفلوا كل سنة في July 4th بهذا العيد. July 4th 1776.
وصلنا عند سؤال 80، وإن شاء الله الحلقة الجاية بنكمل معكم الأسئلة، فكونوا معنا على حلقاتنا دائما، وإن شاء الله رب العالمين نراكم في حلقة جايدة، وكل عام وأنتم بخير، تصبحون على ألف خير.